لما قصت البنزين، البنزين لا تعطى لهم التلوث البيئي. عندنا حوالي 800,000 سيارة بيمشوا كل يوم بالبلد. هالسيارات اللي عم يمشوا هودي لو بدها الدولة تنظم السير، أنا بحللهم أزمة السير ب 24 ساعة. بقدر أنا أجي قله للمواطن إنه أنا بدي رايحك من سيارتك على شرط إنه بنزل تعرفة السيرفيس من 2000 والألف وخمسة للألف ليرة. بصفة مين اليوم بيطلع عباله يطلع بسيارته غير مثل ببلاد برا بفرنسا وبأوروبا وبكل دول العالم، بس بيطلعوا سبت وأحد إنه طالع ويك أند هو عائلته بدور سيارته وبيطلع، بينما بأرضية الجمعة مفروض إنه يكون في حل لأزمة السير. يعني اليوم بيقدروا مثلا يجوا ينظموا النمر لعمومة كلهم، يقولولن انه انتو يابا عم تجوا من الجبال، عم تجوا من الجنوب، من طرابلس، من زحلة، من البقاع، كله عم بصب ببيروت. طيب هالدولة لو بس بتفكر انه هالنص مليون سيارة يومية عم بيدوروا بقلب بيروت، اذا كان هود السيارات بس لحالهم بيعملوا تلوث بيئي ما يعادل 70%. 70% بفرنسا في عندهم ترمومترات، اذا شافوا 70% واصل نسبة التلوث بيوقفوا السير بالمدينة، بيصفوا العالم كلها يتنقلوا يا ماشي يا على البسكليتات يا بسيارات البيسات والأوتوبيسات وبالسيرفيسات. هيدي الدولة منا عم تفكر بقصة تنظيم السير. على بيقولوا لي كيف ممكن ننظم السير؟ انا بقول لهم كيف، لما بيجوا بنظموا قصة العمومة بدل ما انه كل العالم يجوا يشتروا سيارات عمومة ويشتغلوا عليهم سيرفيس، بيقدروا يعملوا مجوز مفرد، نهار بيمشوا سيارات المجوز اللي مضطر ينزل بسيارته بيشوف رقم بينتهي مثلا 22 بينتهي الرقم، بيعرف انه اليوم انا بمشي بسيارتي، ثاني يوم ما رح يطلع بسيارته لانه مفرد، على القليل عنده واسطة نقل انه بألف ليرة الراكب. شو هي الألف ليرة؟ منه الشوفرية بدل ما يطلع براكب يوصل على اخر الدنيا يحط له هلا انا مثلا اخذ منك 3000 ليرة عفرن الشباك. طب ما هال 3000 ليرة فيهم ب 1750 ليرة بنزين. طب انا اذا بدي اطلع ب 2000 ليرة او اذا بدي اطلع ب 1500 مثل ما معالي الوزير سعر لنا اياها، طب انا كيف بدي اتوفى معي؟ بحط 250 من جيبتي؟ وإذا طلعت لقيت راكب على الطريق كمان، طب أنا عندي تكسير سيارة، عندي حرق زيت، دوليب، فريمات، عندي أنا لسيارتي كل يوم مصروف استهلاك سيارة 10 دولار. إذا كان عندي أسيرانس، عندي تأمين ضد الغير، عندي ميكانيك للسيارة، عندي موتور وحديدة وبوير، طب 10 دولار بدي شيلها كل يوم، أكلت أو ما شربت بدي شيل 10 دولار. احسبون على برمية الشهر، على برمية السنة، ما بدي تضل عربيتي منيحة، هيدي ما عم بيحسبوها. نرجع لقصة الألف ليرة السيرفيس، هلا لما بتتنظم لو عملوها بألف ليرة، إذا عوضوا علينا بالبنزين عطيونا مثلا بدل ما ياخدوا على التانكة لنقول ضريبة 10,000 ليرة، بيخصمولنا العشر تلاف ليرة مثلا، ما بعود في لزوم إنه هن يستفيدوا، لأنه هالعمومة عم بيريح العالم بقصة تنقلاتهم. ساعتها نحن منرتاح لأن كل يوم تفضل عم